أسدل الستار بمراكش على فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الملحون والأغنية الوطنية. التظاهرة التي استمرت لخمسة أيام اختتمت على إيقاع مختارات موسيقية وطربية ممزوجة بنفحات وطنية حملت توقيع الفنان عبد الرفيع بن نونة والفنانة سعيدة ضياف رفقة فرقة جسور برئاسة الفنان يوسف قاسمي جمالة. من خلال أمسية اليوم نقفل تسمية المهرجان، كنا في ضيافة ثلاث أماسي لفن الملحون، ومن هنا تأتي تسمية مهرجان الملحون، ونختم اليوم بالأغنية الوطنية المغربية في سياق الأغنية العصرية. في فقرة مفعمة بقيم التضامن والإنسانية، تفاعل الجمهور الحاضر بشكل إيجابي مع وصلة موسيقية من أداء أطفال ثلاثي الصبغي لمركز ملائكة الذين أدوا قبسات من النشيد الوطني إيه دولة المغرب. عشنا خلال هذه الأيام شق اجتماعي بمعية نزلاء دار البر والإحسان، ثم شق ثقافي ويتعلق الأمر بتوقيعات لثلاثة إصدارات، ثم ندوة المهرجان التي قاربت في الملحون في سياق هذه الحظوة الدولية، وهو إدراج فن الملحون في لائحة التراث غير المادي للإنسانية لليونسكو. فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان توجت بإصدار ثلاثة إصدارات حديثة ذات قيمة علمية وبحثية جادة تنتصر لمقاصد التوثيق لأدب فن الملحون وأعلامه.